في بلدة الطرة لواء الرمثة أكد أهالي البلدة لقناة رؤيا سماعهم دويا انفجارات وقصف عنيف على الجانب السوري من الحدود، وتحديدا في منطقة تل شهاب التابعة لدرعا. أحد أهالي الطرة قال لرؤيا إن هناك حالة من الهلع أصابت عددا من سكان المنطقة نتيجة استمرار سقوط قذائف الصواريخ في تل شهاب، خاصة بعد منتصف الليل. ولدى زيارته إلى المنطقة نهار اليوم أكد مراسل رؤيا عدم وجود تعزيزات أمنية، وقال إن الحياة تسير على طبيعتها هناك. تربع طيارات ما أدى لحريق هون وقصف عندنا وطرق وصل لهون، وما أدى لحريق المنطقة هاي، والطيارات تقصف من جميعه والدبابات والمدافع، ووصل حتى اثناء طخ واشتباكات بين الجيش الحر الطلق وصل لعندنا. يعني شيء مش طبيعي، عايشونا برعب. حسينا احنا عندنا هون الطخ هون والذبح، يعني ما ادى انه طيارات حتى قدام عيوننا نشوفها انها تخصفونه.